السلام عليكم متابعي قناة ديانة التعليمية، أهلا وسهلا بكم من جديد. إذا نواصل نشر مجموعة من التمارين حول الخلية، واليوم مع تمرين جديد. إذا لاحظوا معي جيدا هذا التمرين، رغم تنوع الكائنات الحية فإنها تتكون من نفس الوحدة البنيوية الخلية. تمثل الوثيقة واحد ثلاث خلايا، سين صاد وعين. إذا لاحظوا الخلية سين، الخلية صاد، والخلية عين. أولا أكتب البيانات الموافقة للأرقام. ثانيا تعرف على كل خلية مع التعليل. ثالثا صنف بدقة الخلايا الممثلة في الوثيقة واحد. أربعة لإظهار عنصر خلوي هام يصعب ملاحظته في الحالة العادية في الخلية عين، نضع الخلية عين في محلول الأحمر المعتدل المخفف، ثم في محلول ملحي مركز، فتأخذ الخلية عين المظهر الموضح في الوثيقة 2. لاحظوا هنا الوثيقة 2. ألف أعد رسم الوثيقة 2 مع وضع العنوان والبيانات. ما هو العنصر الخلوي الذي أردنا إظهاره؟ لماذا استعملنا الأحمر المعتدل المخفف؟ إذن حاولوا في هذا التمرين ثم سنجيب إن شاء الله مع بعض. إذن في البداية كتابة البيانات، لدينا البيان رقم 1 غشاء هيولي، البيان رقم 2 هيولى، البيان رقم 3 نواة، البيان رقم 4 جسيم مركزي، البيان رقم 5 صبغي بكتيري حلقي، البيان رقم 6 محفظة، البيان رقم 7 جدار سيليلوزي للخلية المجاورة. إذا لدينا من هنا خلية أخرى فهذا الجدار السيليلوزي للخلية المجاورة. البيان رقم 8 صفيحة وسطى تحتوي على مادة البكتين. البيان رقم 9 جدار سيليلوزي. البيان رقم 10 جدار بيكتوسيليلوزي، لأن يضم الصفيحة الوسطى والجدار السيليلوزي. البيان رقم 11 صانعة خضراء، والبيان رقم 12 فجوتان ناميتان. التعرف على الخلايا مع التعليل. الخلية سين خلية حيوانية. التعليل شكل، ليس لها شكل محدد، وجود جسيم مركزي وغياب الجدار البكتوسيليلوزي. الخلية صاد خلية بكتيرية. التعليل غياب النواة، حيث عوضا عن ذلك يوجد صبغي حلقي في الهيولى. الخلية عين خلية نباتية. التعليل شكل هندسي، وجود جدار بيكتوسيليلوزي، وجود صانعات خضراء، ووجود فجوات قليلة وكبيرة. ثم صنف بدقة الخلايا الممثلة في الوثيقة 1. الخلية سين والخلية عين خلية حقيقية النواة. الخلية صاد خلية غير حقيقية النواة، أو نقول بدائية النواة. ثم إعادة رسم الوثيقة 2 مع وضع العنوان والبيانات. إذا العنوان رسم تخطيط لخلية نباتية في حالة انكماش، لأننا وضعنا هنا محلول ملحي مركز كما رأينا في الدرس. البيانات، لدينا في البيانات لدينا هنا غشاء هيولي، وهنا وصلة بلازمية، وصلات بلازمية هنا، لأن هنا وصلة بلازمية، قلنا غشاء هيولي، فجوة منكمشة، فراغ خلوي. ثم ما هو العنصر الخلوي الذي أردنا إظهاره؟ إذا العنصر الخلوي الذي أردنا إظهاره هو الغشاء الهيولي، لأنه لا يظهر الغشاء الهيولي يكون ملتصق بالجدار البكتوسيليلوزي في حالة الخلية، لما تكون في حالة انتباج
ثم في حالة انكماش عند إضافة محلول ملحي يظهر الغشاء الهيولي، وذلك لخروج الماء من الوسط الأقل تركيز إلى الوسط الأعلى تركيز، يصغر الفجوة ويزول الضغط فيظهر الغشاء الهيولي. الهدف من استعمال الأحمر المعتدل هو إظهار الفجوة، لأن الأحمر المعتدل يلون الفجوات. وبهذا نكون أنهينا هذا التمرين، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في تمارين أخرى إن شاء الله، دائما تحذيرا للفروض والاختبارات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.